وصل قبل قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر انعقاد المؤتمر الدوري الخامس للشباب والذي يعقد بالقاهرة على مدار يوم واحد. ويشهد المؤتمر ثلاث جلسات، الأولى بعنوان رؤية شبابية لتحليل المشهد السياسي المصري، والثانية بعنوان رؤية الدولة المصرية للسنوات الأربع المقبلة. أما الجلسة الثالثة فتم تخصيصها لإجابة الرئيس على أبرز الأسئلة التي تلقاها من المواطنين خلال الأيام الماضية عبر موقع مبادرة اسأل الرئيس.